مرحبا، أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد من تثقيف صيدلاني. اليوم راح نحكي عن الاكتئاب. الاكتئاب مرض نفسي بسبب اضطراب بالمزاج. الأشخاص بوصفوا الحالة بأنه عندهم شعور دائم بالحزن والفقد والخوف وحتى العصبية. منظمة الصحة العالمية بتصنفه بالمرتبة الأولى بين جميع الأمراض النفسية، بأكثر من 264 مليون شخص مصاب بالاكتئاب حول العالم. الاكتئاب مش بس بيأثر على النفسية، لكن بيلعب دور كثير سلبي في مفاقمة كثير من الأمراض مثل أمراض القلب والشرايين، السكري، الربو، التهاب المفاصل، وحتى السرطان. لهيك في معلومتين حابين نحكيهم وما لازم ننساهم. المعلومة الأولى إنه الاكتئاب مرض زيه زي غيره من الأمراض، إن كان ضغط ولا سكري بنتعالج منهم، ما بنستحي منهم وما بنخبيهم. المعلومة الثانية إنه مش أي شعور بالحزن والفقد أو حتى الخسارة بيكون اكتئاب، لأنه هاي مشاعر إنسانية كلنا بنمرق فيها خلال حياتنا. المشكلة إذا صرنا حبيسين هاي المرحلة وما قدرنا نتجاوزها، هون ممكن ندخل بحالة اكتئاب. أسباب الاكتئاب مش كثير مفهومة وواضحة، وما في سبب محدد للاكتئاب، لكن في مجموعة عوامل توافرها بزيد من احتمالية الإصابة بالاكتئاب. أهمها هو التاريخ المرضي للعائلة. في العائلة اللي بتحتوي أشخاص مصابين بالاكتئاب، احتمالية أنه يجي أفراد جدد للعائلة عندهم اكتئاب كثير واردة. برضو الصدمات النفسية والعاطفية خصوصا في مرحلة الطفولة بتساعد في ظهور حالات الاكتئاب. برضو مشاكل عقلية مثل ضعف نشاط منطقة الفرونتال لوب في الدماغ بتساهم في ظهور الاكتئاب، مع أنه العلماء مش قادرين يحددوا بشكل دقيق هل هذا الضعف في النشاط إجا قبل ولا بعد اكتشاف حالة الاكتئاب. كمان تعرض الشخص لأمراض مزمنة أو حالات مرضية معينة مثل فرط النشاط والحركة الـ ADHD بيسبب برضو دخول في الاكتئاب. آخر إشي إدمان المخدرات والكحول بيلعب دور كثير كبير وأساسي في الاكتئاب. حسب آخر إحصائيات أمريكية، 21% من الأشخاص اللي بيتعاطوا مصابين بالاكتئاب. أعراض الاكتئاب كثيرة ومتنوعة، تختلف من حالة للثانية وبتختلف بين الذكور والإناث وحتى الأطفال. عند الذكور مثلا بيعانوا من الخوف، الرهبة، عدم تقدير الذات، عدم الرغبة في بذل الجهد، الافتقار إلى الرغبة الجنسية، عدم القدرة على الأداء الجنسي، صعوبات في التعلم، بطء في الاستيعاب، كمان ضعف عام وانعدام الشهية. أما الإناث فإضافة على الأعراض السابقة بيكون في عندهم انعدام الرغبة الاجتماعية أو حتى العزلة. كمان بيكون في عندهم اضطراب في النوم خلال مرحلة الليل والنوم لفترات طويلة في النهار. الأطفال ممكن يعانوا من صعوبات التعلم، انخفاض الأداء التعليمي، كمان بحسوا حالهم أقل من أقرانهم، بحسوا أنه أهلهم ما بحبوهم. أما تشخيص الاكتئاب فمش موضوع سهل أبدا. الأطباء بمروا بمرحلتين أساسيات خلال عملية التشخيص. المرحلة الأولى هي الأسئلة وجمع المعلومات، وهون الطبيب بيسأل المريض كثير أسئلة عن مزاجه، قابليته للأكل، معدل نومه، نشاطه اليومي، وحتى أفكاره ومعتقداته. بعد هيك بينتقل للمرحلة الثانية وهي مرحلة الفحوصات، اللي فيها بيطلب المريض فحص لفيتامين دال وفحص لمستويات هرمونات الغدة الدرقية، لأنه انخفاضهم بيتسبب في ظهور أعراض مماثلة تماما لأعراض الاكتئاب. آخر إشي بدنا نحكيه هو علاج الاكتئاب، بس إحنا هون لا رح نوصف أدوية ولا رح نعطي علاجات، لأنه كل مريض بحتاج إنه يزور طبيبه ويوصف له الأدوية الخاصة فيه. بس بدنا نحكي عن شوية أساليب وممارسات اتباعها بخفف الحالة وبيساهم في تشافي المريض. أهمها اللايت ثيرابي أو العلاج بالضوء. دراسات بتأكد أنه تعرض الشخص المصاب بالاكتئاب لأشعة الشمس أو الضوء الأبيض بيساعد في استقرار الحالة وتحسين المزاج. الموضوع الثاني هو السايكوثيرابي أو العلاج بالكلام. هذا الإشي اللي بيعملوه أخصائي الطب النفسي، بأنهم يسمعوا المريض ويعطوه طاقة إيجابية، بالتالي حالته بتستقر وبيرجع شعوره بالأمان. الموضوع الثالث هو المواظبة على أكل واستخدام مواد طبيعية لها أثر كبير، أهمها الزنجبيل والليمون. دراسات بتأكد أنه هاي الأكلات بتحتوي على مواد ذات ريحة وفعالية كثير كبيرة، بتوصل للمستقبلات الخاصة بالسيروتونين وبتحفزها أكثر على العمل، بالتالي بتزيد من شعور المريض بالسعادة. الموضوع الثاني هو تناول الأغذية الغنية بالأوميجا 3 مثل الأسماك، لأن الأوميجا 3 بتلعب دور كبير في تحسين المزاج، وبتقدروا تشوفوا كل المعلومات بالرابط اللي موجود هون. هاي كل المعلومات اللي حبينا نحكيها اليوم، ولأي معلومة إضافية زور أقرب صيدلية واسأل الصيدلاني وأكيد راح يفيدك. لا تنسوا تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب، وبنشوفكم الفيديو الجاي.